السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بعد اليوم ما حدا يلومني، أنا اليوم تعرضت لغاية اللحظة هاي، تعرضت لعملية كبيرة منظمة ومدفوعة. أعلن إلكو كلكو، هذا الغنم، هاي الغنم وهاي الخرفان، هاي وين 450 راس، 7 طن، وهيني بالمصلخ، وهيني ذبحت، والطيارة انحجزت ودفعت 4000. أناشد جلالة الملك، ما ودي أناشد لا وزير زراعة ولا ودي أناشد حدا. الآن تم الذبح، بعد ما تم الذبح إجا أمر من مدير اللحوم منعي بالتصدير، وهذا أنا بالمصلخ. خلي كل واحد بالأردن يسمع، خسارتي بالطيارة 4000، وخسارتي بالذبح، وخسارة الخرفان، وخسارة كل شيء. أنا لا حدا يلومني نهائيا، هذا أنا أصرخ بعالي صوتي، وقفوني بكل شيء، كل شيء، حتى بالحكومة. إجا أمر ممنوع أني أذبح، ممنوع أصدر للأردن، بحجج أنه في شهادات جديدة، وأنه هذا أنه في أنه لازم ما ترسل هذا اللي جاني. فأناشد جلالة الملك، أناشد جلالة الملك، والفساد واصل لكل محل. أنا والله العظيم، أقسم بالله العظيم، ما قصرت من جهدي جهد، هذا حلالي، وهذا ذبايحي راحت كلها هيك، وطيارة 4000 دولار دفع لها راحت علي، وتذكرتي معي راحت علي. فالكل يعلم، الصغير والكبير يعلم، هذا حلالي. هذه هذا الغنم كلها يا وين كاملة، كلها منعت، انمنعت من التصدير، انمنعت من التصدير بحالة الذبح. كل الموافقات أخذتها، وكل شيء أخذته، وحجزت الطيران، وحجزت المصلخ، وحجزت كل شيء، وهيني توقفت عند آخر لحظة. فالكل يعلم أنه أنا بذلت كل ما بجهدي، وربي يعلم، وأنا مثل ما وعدت وفيت، وهي خسرت ذبايحي مرمية هيها بالمصلخ. وهذا كل واحد منكو يتفرج على الوضع اللي أنا بيه. طيارتي بكرة تطلع على الأردن، طيارة الذبايح بكرة تطلع على الأردن، 7 طن النقلة الأولى، صرت ذابح منها 70، من 450 راس. ووقفوني عن الذبح، وقفوني عن التصدير، وهذا اللي عندي أقوله، وحسبي الله ونعم الوكيل. وخليها تظلي هيك للحيتان ياخذوا ويلعبوا بيها، ويتحكموا ويبيعوا ويشتروا بيها. فأنا هيني يا ناس، ما علي لوم ولا حدا يلومني، هذا أنا بالمصلخ، وهذا صاحب المصلخ، وهذول الأطباء كلهم توقفوا بحجة أنه في شروط صدرت جديدة اليوم. شروط صدرت جديدة اليوم، وين هي الشروط؟ معي رخصة، معي رخصة من وزارة الزراعة، معي رخصة، والرخصة مترجمة للجورجي، وقالوا لي اذبح، وجهزت بوليصاتي وكل شيء. وهذا أنا وقفت، هذا أنا وقفت، وحسبي الله ونعم الوكيل. خسارتي ما مهي مشكلة، خسارتي مهي مشكلة، لكن أنا أناشد جلالة الملك، أناشد جلالة الملك، هذا اللي حاول، هذا الإنسان اللي حاول، أنا حاولت، حاولت لآخر درجة، تحاربت بالطيارة، تحاربت بالمصالح، والآن هيني بعد ما ذبحت الغنم تبعتي، إجا أمر من دكتور بسيط جدا، بدكتور بسيط جدا إنه ما وقفوا الذبح. وهذه هي، هذه هي راح توزع، راح أوزعها بدل ما أوديها للأردن، وحسبي الله ونعم الوكيل.